السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السودان يدعو مجلس الأمن لعقد جلسة عاجلة بشأن سد النهضة. خليكم معانا منشوف الخبر، اللي مشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلحه كل جديد. دعا السودان اليوم الثلاثاء 22/6/2021 مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة إلى عقد جلسة عاجلة بشأن أزمة سد النهضة، وطالبه بإيجاد حل لتلك الأزمة بين الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا حسبما ذكرت العربية. وقالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المادي أن الخرطوم تأسف لإجراءات أثيوبيا المنفردة في سد النهضة التي تهدد حياة الملايين، مضيفة إن أثيوبيا قابلت جهودنا المخلصة لحل الأزمة بتعنت. وتابعت أن المفاوضات التي يرعاها الاتحاد الإفريقي للأزمة وصلت إلى طريق مسدود. كان اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة منتصف يونيو الجاري دعا مجلس الأمن لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة لتشاور حول هذا الموضوع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تتضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.